ميزان فيما يخص الأماكن التنمية الوطنية للجميع 2015 بان بأن الوزارة هي السبب الرئيسي في تعطيل مجموعة ديال الوثائق وخاصة فيما يخص الجمعيات لا كانت الوطنية ولا المحلية، لأن باش أي جمعية بغات تسافر بغات تشيل المخيم خاصها أولا تعطي الأعداد وتعطي المكان اللي غادي تقيم الجمعية. ولكن تبين في الاخير ان الوزاره اولا التوزيع كان معطل، ثانيا ان هذو خط القابوس كاين ارتجاليه وكاين تعطيل في المصالح وكاين مجموعه ديال المشاكل اللي حدثتها مجموعه ديال المتدخلين وخاصه نيابه الشباب والرياضه، لان باش تاخذ رخصه القابوس رخصه القابوس من بعدها خصك دير فحص طبي ودير عقد ديال تديه النيابه تديه النيابه باش وجه النيابه تعطيك ورقه السفر باش اما تمشي في القطار اما تمشي في حافله خاصه. ولكن اللي غريب جدا وهذا الارتجال وهذا الارتباك اللي كاين هو ان وزير الشباب والرياضه صرف مذكره مجموعه ديال صرف مذكره تخص النقل الخاص في الحافلات، هو ان اي جمعيه بغات تمشي خاصها تشوف وزاره النقل تشوف القائد تشوف العماله هاش تشوف الشباب والرياضه. ولكن هذه المذكره هذه ما وصلتش لجميع المصالح، لان ملي كتمشي شي مصلحه واش هذه المذكره ما جاتش عندها ولا توقعت عندها، وحنا وقعت لنا حنا في مراكش لان مشاو لواحد المجموعه ديال المصالح تقول لهم هذه المذكره هذه راه ما وصلتش لينا، بمعنى ان النائب ما تعرفش الترخيص، كاين بعض النيابات تيطلبوا موافقه ديال الاب، اذا هنا ما كاينش شي حاجه موحده، بمعنى ان كاين ارتجاليه من طرف ديال العمليه الانتخابيه ديال هذه الساده من ناحيه التوزيع من ناحيه توزيع الفضاءات من ناحيه تسليم رخص القبول الى تشتيت بعض المسؤوليات داخل نيابه الشباب والرياضه اللي ولات فيها المزاجيه لا بعد النواب ولا بعد السلطات المحليه، بمعنى ان كاين ارتجاليه واضحه. اللي تنطلبوا الان هو ان احنا مع التامين ديال الاطفال، نحن مع العمليه تكون في طابعها القانوني، ولكن خص تكون المذكره واضحه وتكون توصل للمسؤولين باش تسهل الماموريه على الجمعيات. كاين هذا المشكل هذا اللي وقع، وخاصه اننا نعتبر ان العمليه ديال هذه السنه هذه خصها تكون بالتنسيق مع الجامعه، وتبان لي ان الجامعه هذا العام هذا ما خدش الميزه بالشكل اللي خصها تاخذه. هذا من جانب النقد. ونجيو نجيو للتأمين أننا الحالة اللي وقعت في التصميم ديال أحد الجمعيات الوطنية في المرحلة الأولى، وأنا تبين بأن ولكن أنا ديت به هذا كمسؤول على أن التأمين خصهم يوزعوا علينا لي كونترا ديال لي زاسيرونس، خصهم يوزعوا لنا لي كلوز البنود ديال 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 الكونترا، ولكن تبين بان من بعد كنخبي علينا هذا الشيء، من بعد تبين بان لاسيرونس هي درهم و70 سنتيم، تبين بان البلافون هو 3000 درهم، ودابا هما تيلفيو تيحاولوا انهم يغيروا ولا يديروا شي حاجه، بمعنى انكم ما كانش الحديث كنبقى هذه المساله هذه ديال التامين تفتح الاعتمادات ديالها والاضرفه ديالها حتى الاواخر ديال الجوال. هذا القطاع هذا ما اللي استراتيجي واللي هو مسؤوليه حكوميه اولا، هو مشروع حكومي، ولكن الحكومه المغربيه ما عطاتهاش الشكل، ما عطاتش الطفوله ديال حقها، وهي موقعه على مجموعه المواثيق الدوليه وخاصه المواثيق العالميه لحقوق الطفل، بمعنى اننا خص نقاش نقاش واسع، لان نحن نتعامل مع اجيال اخرى، نتعامل مع الطفوله المغربيه ومع الشباب ومع اليافعين، هما عماد هذا الوطن، هما المستقبل ديالهم، في حين اننا لا مكناش حصلناهم وفرنا لهم واحترمناهم وعطيناهم ادميتهم وعطيناهم حقهم في الترفيه، راه غادي ننتظروا شي حاجه اللي ما يمكنش اننا نعرفوها في المستقبل. اذا هذا الشيء اللي كاين استاذ.